كله طبعا هنتكلم عليه في حلقة النهاردة. ويمكن كمان من الأخبار المهمة جدا النهاردة لو تفتكروا حضراتكم أزمة منتخب الشباب طبعا اللي كلنا كنا متابعينها أول بأول، كنا متضايقين جدا من اللي بيحصل الفترة الفاتت دي بعد وصول منتخب الشباب وإعداده بشكل كويس جدا تحت قيادة كابتن ربيع ياسين ومجهود كبير قوي الحقيقة من الجهاز الفني. بعدها كان في حالة من الإحباط عندنا كلنا، مش بس عند اللعيبة وعند الجهاز الفني، واللي هم طبعا أكيد كانوا متضايقين أكتر بكتير بعد ما قدروا أن هم يوصلوا تونس ويلعبوا في بطولة شمال أفريقيا، ومن أول مباراة يظهر عدد كبير جدا من حالات الكورونا، وكان في علامات استفهام كتير أنه ليه دلوقتي القايمة مش كاملة، ويتحسب أنه منتخب مصر منسحب ويخسر مباراة ليبيا 3-0 وبكده تضيع منه أول مباراة. نحاول نحل المشكلة ويرجع الأمل بعد ما نشوف اللعيبة دي والرجالة دي وهم عندهم أمل كبير وبيصوروا فيديو وبيقولوا أنهم مكملين وأن هم مش هيسيبوا حقهم وأن هم مش راجعين مصر غير ما يأدوا أداء كبير، وأن البطولة كمان يمكن تكون من نصيبهم، وبالتالي يتم إرسال 2 من اللعيبة علشان يكملوا القايمة ويقدروا أن هم يلعبوا المباراة اللي بعدها واللي هي مباراة تونس. ويرجع لنا الأمل مرة تانية ونقول يمكن الشدة دي هي اللي تخليهم ينزلوا مباراة تونس ويأكلوا النجيلة زي ما بنقول، ونبقى عندنا الحقيقة طاقة كبيرة وتشجيع كبير ودعم كبير أن شاء الله اللعيبة دي هتقدر تعمل حاجة، وأن هي هتقدر تاخد حقها أو تعوض اللي حصل في مباراة ليبيا. ومع ذلك بعد كل ده يطلع برضو أن في حالات كتير من كورونا تخلي القايمة مش كاملة وما يقدروش يلعبوا المباراة، وبالتالي مصر تطلع بره البطولة. بقى في بعد كده لجنة تقصي حقائق، واتكلمنا انه لازم يكون في طبعا لجنة تقصي حقائق وان هي تطلع مين اللي غلطان ويتحاسب مين اللي غلطان في موقف زي ده او في حالة كبيرة زي دي. اللي حصل الجديد بقى انه مسؤولو اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة استقرت على إحالة الجهاز الفني لمنتخب الشباب بقيادة كابتن ربيع ياسين المدير الفني للجنة الانضباط على خلفية استبعاد المنتخب من المشاركة في بطولة شمال إفريقيا بسبب إصابة عدد كبير من اللعيبة بفيروس كورونا. وجه قرار اللجنة الثلاثية بعد ما استقرت لجنة تقصي الحقائق دي اللي بقول لحضراتكم عليها المشكلة من اتحاد الكرة على إدانة الجهاز الفني في الواقع دي وحرمانه من العمل مع المنتخبات الوطنية. ومهمة قوي الجملة دي، وكلنا عارفين قيمة كابتن ربيع ياسين، وقال الاتحاد انه الاتحاد انفق 18 مليون جنيه على المنتخب من اجل اعداد الفريق للامم الافريقية. فبالتالي لجنة تقصي الحقائق دلوقتي شايفة او التقارير قالت انه كابتن ربيع ياسين هو المخطئ او الجهاز الفني هو المخطئ تحت قيادة كابتن ربيع ياسين.